أنت تسأل وراح تلقي جوابك يم دليلي. التعرف على برنامج عشرة عمر ومكافآت الرصيد المجاني. لمعرفة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالبرنامج ادخل إلى قائمة الخدمات عبر إدخال الرقم نجمة 211 مربع. يمكنك أيضاً التعرف على البرنامج من خلال خدمة الرد الآلي عبر الاتصال بالرقم 211 واتباع التعليمات الصوتية بكل سهولة. اختر الرقم 1 لتظهر لك مزايا برنامج عشرة عمر الذي يكافئك بناءً على حجم استخدامك اليومي وطول فترة بقائك مع آسيا سيل. بعد ذلك اضغط الرقم 2 للاشتراك في البرنامج. ستتلقى حينها رسالة قصيرة تشير إلى تقديم طلبك بنجاح، ثم رسالة أخرى تخبرك بتثبيت اشتراكك في البرنامج ونسبة الرصيد المجاني الذي ستحصل عليه بناء على مدة بقائك وحجم استخدامك اليومي. لمعرفة قيمة الرصيد المجاني المتراكم لديك والذي حصلت عليه ادخل إلى القائمة نجمة 211 مربع مرة أخرى واختر الرقم 2 ثم اضغط إرسال. ستظهر لك المعلومات التي تشير إلى قيمة الرصيد المجاني المتراكم لديك. وإذا رغبت باسترجاع الرصيد المجاني اذهب إلى القائمة نجمة 211 مربع واختر الرقم 3 ثم اضغط إرسال. حينها ستصلك رسالة تطلب منك إدخال قيمة الرصيد المجاني الذي ترغب باسترجاعه. بعد إدخال القيمة ستصلك رسالة قصيرة تشير إلى تقديم طلبك بنجاح، ثم رسالة أخرى تخبرك بقيمة الرصيد المجاني الذي استرجعته. لإلغاء الاشتراك في برنامج عشرة عمر عد إلى القائمة نجمة 211 مربع واختر إلغاء الاشتراك ثم اضغط إرسال. وعند تأكيد إلغاء اشتراكك بالضغط على رقم 1 ستصلك رسالة تشير إلى تقديم طلبك بنجاح وخسارتك لكامل رصيدك المجاني. ونحن ننصحك بأن تبقي على اشتراكك للاستفادة من الرصيد المجاني الذي ستحصل عليه طوال فترة بقائك مع آسيا سيل.